وينك؟ تأخرت؟ طب أنا شو بدي أعمل ديما؟ كيف يعني بدك يعني أطلع مع واحد أوبر ما بيعرفني ولا بعرفه ببلد ما بعرفها ويوديني على المطار على الأوتيل؟ اوكي ماشي قديمة. هيني طلعت بالاوبر. خلص بحكي معك بعدين. لا خلص بحكي معك لما بوصل على الاوتيل. ماشي يلا باي. الحمد لله السلام. حضرتك بتحكي عربي صح؟ بتتكلمي عربي؟ يس بحكي عربي الحمد لله على السلامة. شكرا أستاذة آية صح؟ صح. نورتي هيوستن ازاي؟ منورة بأهلها. شكرا. جاية منين بقى؟ أردن عمان. الحمد لله السلامة من عمان ما شاء الله. بحب عمان جدا ومن الأماكن اللي فعلا نفسي إن أنا أزورها في أقرب وقت. ليا أصحاب كتير من الأردن وبيقولوا لي فعلا إن هي تحفة وإن أنا لازم أروحها. مش عارف بقى المكان الكلام ده بصراحة يعني يستاهل ولا مبالغة بقى ولا إيه؟ لا عمان بلد بتجنن وناسها بجننوا. أكيد بناسها المحترمين والطيبين زي حضرتك. حضرتك جاية بقى تعمل ايه في هيوستن؟ أنا وأختي جايين عشان نزور هيوستن. يبقى أكيد جايين عشان الحفلة بتاعة بيانسي. أنا عارف الحاجات دي بتاكل عقل الناس وجايين من كل حتة في العالم. بس فين أختك؟ أنا مش شايفها معاكي. ما جاتش ولا ايه؟ انا مش فاهمة ليش تسأل عن اختي هيك، يعني مش عيب كأنه؟ انا اسف لو قلت كلام مش مفروض ان انا اقوله. لا بس ما بيصير تسأل هيك عن اختي. انت اللي على راسي والله، وبعتذر لك. انا يعني زودت فيها شوية بس من عشمي، فيعني عشم انك تسامحيني. فخلاص كده يعني اطمن سامحيني. لا يعني سامحني، ما كان قصدي افش فيك. فحقك على راسي يعني انه اي طلعت فيك الفجة. سوري. طيب اسمحي لي اسألك في حاجة بس من غير ما تتعصبي علي. يعني تعودت اتعلمت من اول مرة. بصراحة انا بقيت خايف بصراحة. تمام تفضل. الله يستر. يعني انت جاية هيوستن اول مرة، يعني المفروض تبقي متحمسة ومبسوطة. يعني معظم الناس اللي بجيبهم من المطار بيبقوا مبسوطين وعايزين يروحوا وييجوا. ايه اللي قلقك؟ ايه اللي خايفك؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ صراحة هذه أول مرة بسافر من دون أهلي من دون حدا. يعني عمري بحياتي ما طلعت من بيت أبوي غير مع حدا، فأول مرة بسافر لحالي، فسامحني شوي متوترة. أنت مش لوحدك ولا حاجة، ولا عمرنا كنا لوحد. الحمد لله مسلمين وموحدين وعارفين ربنا معانا على طول في كل مكان. فأنت خايفة ليه؟ أنت مش حاسة أن ربنا معاكي؟ ما حسيتيش بالإحساس ده قبل كده أن ربنا معاكي؟ ما بعرف، يمكن عشان يعني مش الحمد لله مؤمنة بس مش كتير متدينة. فمثل انه يعني هذا الشعور اللي بيواتب العالم دائما مش دائما معي. مين قالك يا استاذة ان ربنا بتاع المتدينين بس؟ حاجة جميلة طبعا ان احنا نبقى متدينين وقريبين من ربنا، بس هو ربنا دايما قريب لينا. ربنا قريب لكل العباد. احنا بنؤمن بيه. قلتي ما شاء الله مؤمنة وموحدة. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل عبادي. هو خلقك وهو أرحم الراحمين بيك، وهو دايما معاك، وهو اللي بقيلك. أنا مش عايزك تبص لربنا كأنك بتبص لشخص بيعاملك الند بالند. لا، ربنا أكبر أكبر، الله أكبر مننا كلنا، وهو عارف إن إحنا بنغلط، وهو عارف إن إحنا بنضعف، بس هو يفضل معانا وحنين علينا وأحن علينا من أمنا. عايزك تصدق كده، مش عايز اي حد تاني. لا سوري شردت، بس صراحة كلامك ذكرني بحلم. حلم حلو ولا وحش ولا ايه؟ لا
ما بعرف صراحة يعني، ما بعرف إذا هو حلم حلو ولا حلم مش حلو الصراحة. ما غريب، حلم غريب يعني. هذا الحلم صار لي عم بيصير معاي بعد ما توفى لي أبوي، ف يعني شوي غريب الشعور، ما عمري حسيت. آمين يا رب، آمين يا رب. عارفة؟ عارفة يا آية؟ معلش ممكن أقول لك آية بدل الأستاذة آية؟ لا اتفضل. أنا والله حاسس بيك، وخصوصا لما يكون أب أو أم. لكن ده هيخليني أرجع لكلامي الأولاني اللي قلته لك، إن ربنا هو الحاجة الوحيدة اللي باقية. كله هيروح ويسيبنا، سواء عشان راح لربنا أو ظروف الحياة شغلته عننا، لكن اللي بقالنا هو ربنا، لأن هو الوحيد اللي قادر يكون موجود معانا في أي وقت وفي أي مكان، محدش غيره يقدر. باباكي مع ربنا، فخليك انت كمان مع ربنا عشان دايما تحس ان انت قريبة من باباكي. ويا رب يا رب يجمعك بيه على خير في جنات رب العالمين. انا مش بقول اي كلام ومش بنظر عليك، والله والله حاسس بيك، حاسس بالوجع اللي جواكي صدقاني. إذا ما بتتضايق من سؤالي، كيف تعرف إن هذا؟ هتستغربي يا آية إن أنا قربت من ربنا أكتر وما حسيتش بالكلام اللي أنا بقوله لك ده، غير لما جيت أمريكا. في مصر الدنيا كانت زحمة، حواليك أصحابك وأهلك وناسك. لما جيت هنا أمريكا ما كنتش عامل حسابي إن أنا هبقى لوحدي، بالعكس كنت جاي لأحلى وأجمل حاجة في الدنيا، البنت اللي حبيتها وسبت عشانها كل حاجة وحلمت معاها ورسمنا أحلام وطموحات، وجينا وبعد صبر سنين بقينا مع بعض. سابتني ومشيت وراحت لرب العالمين، راحت الكريم. الحمد لله الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سامحني، الله يرحمها يا رب. انا سامحني على سؤالي. امين يا رب. لا والله انا مبسوط ان انت بتساليني زي ما بسالك، بحتاج احكي من وقت للتاني لانه حمل كبير قوي على قلبي. بقول لك ان ربنا موجود، بس من حقنا نحزن ومن حقنا نزعل، بس لازم نكمل لان احنا عارفين ان ربنا موجود. واكتر كلمه ريحتني لما زوجتي ماتت، إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا كلنا بتوع ربنا وراجعين له في يوم من الأيام. بس يا ستي فأنا حاسس بيكي، ولما لقيت نفسي لوحدي ومكسور وخايف زي ما أنت خايفة دلوقتي، حاولت إن أنا أبقى مع الناس، حاولت إن أنا أشغل نفسي بمية حاجة، بس دايما كنت مكسور لحد ما رجعت لربنا وقفت بين إيديه وقلت له يا رب أنا مكسور، أكبر كسري وقربني ليك وطبطب عليا. وهو بيحبك وهو بيحبك وهو الوحيد اللي بعيدك. الحمد لله على السلامة وإقامة سعيدة إن شاء الله. أنا حاسس إن ربنا بعتني عشان يفكرك إنه بيحبك. ما تنسيش ربنا أبدا، هو عمره ما ينساك. خلي دي بقى معاكي عشان تفكرك إن هو دايما معاكي. Thank you. شكرا. يعطيك ألف عافية يا رب. شكرا. Thank you. مع السلامة. في أمان الله.